تقسم في لقاءات الظهرية والثقافة وانتصار الغزلان بثلاثة لا شيء. هذه محاولة عند محمود عبسات، يلعب كرة عرضية خطيرة والخطورة ما زالت. محمد عبيد يمر يسدد كرة، البطران إسلام يسجل الأول للهلال. يا لها من بداية هلالية، فرحة كبيرة لأسود العاصمة، هدف أول في الديربي عن طريق إسلام يسجل الأول له في هذا الموسم منذ عودته إلى دوري المحترفين الفلسطيني. الله على إسلام، إسلام البطران. لاحظ هنا من عبيد، أعادها إلى إسلام، لمسة باليسار، هذه اليسارية النارية. إسلام البطران، لقد اشتقت لك كثيرا يا إسلام، لقد اشتقت للتعليق على أهدافك كثيرا يا بطران. هذه لعباته، هذه كراته، هذه لمساته. البطران، وما أدراك ما البطران. مرت وصلت في اليسار، بهاء علقم، عرضية خطيرة، ولكن الكرة عند حارس المرمى والحكم ماذا يشير؟ ركلة جزاء للمكبر، ركلة جزاء للنسور. محمد السمار ارتكب المحظور في الكرة الماضية، قام كما يشير الحكم بعملية المسك الواضح كما أشار الحكم للمهاجم اللاعب شهاب القنبر في اللقطة الماضية. ركلة جزاء عند المكبر، الديربي يشتعل بوجود ركلة جزاء ساحورية للفريق الساحوري. المكبر قريب، هنا الإعادة، هل هناك فيها أي شيء في الكرة الماضية؟ يعني في هذه الصورة ليست واضحة، هناك تلامس ما بين السمار وشهاب القنبر، لكن هل هناك مسك يستحق عليه ركلة جزاء؟ من الصعب أن أحكم عليها كمعلق من هذه الزاوية، لكن سنعود للحديث عن المباشر، عن ركلة جزاء يتحصل عليها الفريق السحوري، فريق المكبر. ثائر هل يعود بكتيبة الثوار للتعادل؟ ثائر قرعين، الخبرة الكبيرة، ثائر يسجل، المكبر يكبر بالتعادل حاليا، 1-1 لمصلحة النسور. سجل الهلال وعدل المكبر في ديربي القدس. القدس تشتعل بديربيها، بمبارتها الخاصة ما بين النسور والأسود هنا في ملعب الشهيد فيصل الحسيني. 1-1 بديربي ممتاز. هنا ركلة الجزاء، ثائر قرعين صوبها، كان مهدي على مقربة من التصدي، لكن لحسن حظك يا ثائر، ثائر يسجل التعادل لكتيبة الثوار. في هذا التوقيت الكرة عند إسلام، كرة مقوسة داخل المنطقة الرأسية مبعدة، أقرب عند أحمد سلامة، خطيرة، والكرة هدف قاتل للهلال. إذا لعب الهلال فخبروني فإن المجد يصنعه الرجال، ويبقى السحر أزرقا خالصا، ويبقى المجد ما بقي الهلال. الهلال والثاني في مرمى المكبر، الثاني للهلال في هذا الديربي. هل هو رئبال؟ هذه الكرة، هنا الإعادة الرأسية، هل كان هناك تسلل؟ الحكم لم يشير لأي شيء. متابعة رئبال دهامشا، رئبال يوقع على الثاني للهلال في هذا اللقاء والثاني له في هذا الدوري. الهلال والثاني، والمكبر بالنقص العددي أصبح من الصعب إيقاف الهلال. هنا اللقطة الماضية، هنا المتابعة.